أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تم خلاله بحث التطورات الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من مستجدات، كما تم فيه الإشادة بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وعمق ومتانة هذه العلاقات وما تشهده من تقدم وتطور على مختلف الأصعدة تحقيقا لخير الشعبين الشقيقين. وقد أكد جلالة الملك المفدى أيده الله خلال الاتصال على الدور الريادي الذي تمارسه الجمهورية الشقيقة للحفاظ على أمن منطقة الشرق الأوسط وجهودها الفاعلة في الاستقرار العربي ودعم قضاياه. من جانبه عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين اطراد التقدم والرخاء.